كجميع المدن التي أنهكت الحروب، تضيق مدينة عدن بالكثير من ساكنيها رغم اتساع أرضها ورحابة سمائها. الانهيار الاقتصادي نتيجة الحرب شكل سداً حال بين الكثير من سكان هذه المدينة وبين إمكانية الحصول على فرصة عمل، عمل يواجهون من خلاله متطلبات المعيشة الباهظة ويخففون من حمولة الأيام الثقيلة على أكتافهم. على شوارع هذه المدينة تشققت أحذية المئات من العاطلين خلال رحلتهم الطويلة في البحث عن عمل، وعلى أرصفة الوقوف الطويل هنا تصلبت أقدامهم وهم ينتظرون انفتاح أبواب الرزق أمامهم. بشير واحد من آلاف العاطلين الذين وجدوا أنفسهم منذ الولادة على أرض مدينة لم يجنوا منها غير الغبار المتراكم على رفوف أعمارهم، ولم يتنفسوا من سمائها الصافية غير دخان الحروب، ولم يلمسوا من شموس أيامها الساطعة غير سمرة الوجوه وعرق الجباه. السلام عليكم، كيف حالك يا والد؟ طوال سنين عديدة من حياته ظل بشير يطرق أبواب الرزق باباً باباً، عسى ينفتح في وجهه واحد منها يعبر من خلاله إلى حياة أوسع. بعد أن كادت أصابع بشير تتورم من كثرة طرقه لأبواب الرزق دون جدوى، انفتح أمامه باب هذا المحل ليعمل فيه حلاقاً بأجرة يومية بسيطة. في أرضية هذا المحل يغرس بشير أقدامه طوال النهار ليحمل على أكتافه أركان بيته وسقفه، بالإضافة إلى أسرة صغيرة تعيش بين جدرانه. بعد ساعات من الوقوف الطويل في محل الحلاقة يعود بشير إلى منزله مساء كل يوم، يعود حاملاً على أكتافه القليل من احتياجات أسرته والكثير من الهموم الناتجة عن الرغبات المؤجلة. يعود وفي جيبه ورقة تحوي الكثير من المتطلبات المعيشية وأوراق نقدية قليلة لا تكفي لتوفير حتى نصفها. الحمد لله، الحمد لله، لو الحمد الشكر اشتغل، الحمد لله، لو الحمد الشكر الحمد لله. تقعيش زمين خاص لك لهذا اسم تعجبي لك لهذا. طمع حبيبي راح اشتري لك بحاجة انت بالشهر. لما تزوجنا فتحنا محل، كان معي ذهب وبعته، رمينا بالصحة المحل عشان رقمة العيش. أصطلع إيجارات على أولاد كم كمت على إيجارات ما أقدرش أدفعها. أخي شال المحل، شال المحل وقص يشتغل عند أخي، وبعدين راح عند ناس يشتغل، يروح عند المعسكر، ما يحلق لهم يقول له زاد ناقص هناك بالمعسكر، يسرح أسبوع دقيق، يتصلوا به لما يتصلوا به يروح. المردود الحمد لله كل يوم، هي يوم 2000، يوم 1005، يوم 600، يوم 400. الحمد لله اشتري ناكل نشرب، امي لانه عيالي شو حاجات يحلموا بحاجه تحقق لهم ما اقدرش.
يطلبوني حاجات، يطلبوني لعاب، يطلبوني ما اقدر اشغلهم عيالي. لما تكبروا تشتري لكم حتى البدلات، البدلات ما اقدر اشتريهم من العيد للعيد، اشتري لهم بدله. كان معي ثلاثه نقاب توفوا الله يرحمهم، كان في بوهم ضمور بالدماء، ومعي قناع شنقات وتخالف عيونه دي قناع ما قدرتش اعمل لها تخطيط، ومعي في بوش حنان ما قدرناش نتابع بعده ولا نعمل له تخطيط ونعمل له فحوصات ولا نعمل له تخطيط. وقفته من نفسي العلاج، اصل قاروره كانت ناخذها ب 4000، قاروره علبه كانت تجي مده اسبوع ما تغلق شهر اسبوع، قالت اني بعدين خلف ندور له حبوب، والحبوب نفسه غالي هم نفسه. رجعت وقفت قلت اني بتوكل على الله، وتوكل على الله الحمد لله، وتوكل على الله وما جبت لهش العلاج عاد والحمد لله. هو مع كل طلوع لشمس نهار جديد يستيقظ بشير للذهاب إلى العمل من أجل توفير احتياجات جديدة. بهذا المقص الصغير يحاول بشير يومياً اقتطاع جزء من قائمة المتطلبات المعيشية الطويلة، وكلما طال وقوفه أمام هذا الكرسي قصرت هذه القائمة. بشير اشتغل معي، عنده مواهب حلاقة لقصات الشبابية، واشتغل من التسعينات وعنده خلفية، وكل يوم يجيب حاجات جديدة قصات، وهذا اللي خلانا استمر معه. ما اشتغل من الطلاب قسم النص، وقبل نسبة معينة صرفته العادية حاجة معينة. عدد الزبائن اللي يشتغلهم بشير حوالي 10 أنفار أو 11 أنفار، الأعلى استلم 6000 أو 7 أو 5، ولا أقل إلى 3000. يحتاج بشير أكثر من مجرد مقص ليقطع حبال الشبكة التي ألقته ظروف الحياة بداخلها، ويخرج من مشاكله العالق فيها وأسرته. أنا إن شاء الله أحلم أن يكون عندي لي محل حلاقة مثل في منزلي أو مثل في بيتي، علشان أكون أوفر من عند إيجار أكون أشتغل. عيالي علمهم حلاقتهم قدم، يعني ما شاء الله علمتهم الحلاقة. لو تحقق هذا الحلم بيكون عندي أمل، عندي مستقبل لعيالي، أطمن أضمن حياتهم إن شاء الله. شكرا لكم، هذه فرحة لم تتصور. شكرا جزيلا على هذا الحلم اللي كنت أحلم فيه، وهذا حلم لم حلم 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 لن أنساه. شكرا جزيلا لكم. وابتدأت رحلة فريق حيث الإنسان لأجل إنهاء رحلة بشير وأسرته الشاقة في الحياة من خلال تحقيق حلمه.
بهذا المقص الجديد سيقطع بشير شعرة ظلت تفصل بينه وبين الاستقرار طوال سنين، وبه سيقص جزءاً أكبر من قائمة الاحتياجات المعيشية التي تضعها الحياة يومياً بين يديه. صار حلم بشير الذي ظل يدور في باله لأعوام عديدة واقعاً متجسداً أمام عينيه، تلمسه يداه ويشعر قلبه بفرحة تحقيقه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.